أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم السيد محمد فوزي صاحب شركة أوميجا بوليمرز. أستاذ محمد، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا أخوك محمد فوزي محمد علي من مصر، موجود هنا في الإمارات، اشتغلت في مجال البتروكيماويات، والحمد لله فتحنا شركة بقالنا سنتين، وربنا يكرمنا ونكبر عن كده كمان. أمين يا رب العالمين. طبعا أتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق. خبرنا أكثر عن سبب اختياركم دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة دبي لبدء الاستثمار والمشروع الخاص فيك. أسباب كتيرة قوي، يعني ممكن أديك كتير. أولا السهولة أن أنت تقدر تعمل شركة بنفسك هنا. ثانيا الأمن والأمان بتاع البلد كويس، وهي أرض خصبة أن احنا نعرف نشتغل ونكبر، في حين أن باقي الدول المجاورة حتى المجاورة والعربية بيبقى القيود أعلى شوية والشروط تبقى قوية عن هنا، الموضوع أسهل بكتير يعني. بالفعل. خبرنا أكثر عن الخدمات والمنتجات اللي حضرتك بتوزعها أو بتصدرها للعملاء. لا، احنا بنشتغل في مجال أن احنا بنفيد الصناعة، يعني وجودنا مرتبط دايما بالصناعة في البلد، بمعنى أن أي مصنع في البلد قائم على البلاستيك او البتروكيميكال لازم يشتغل معايا. احنا بنشتري الخامات سواء اذا كان من داخل الدوله او من خارج الدوله، وبنجيبها وبنعدل عليها، نطبقها للمواصفات وبنديها للصناعه. فوجودنا مرتبط دايما بالصناعه في البلد. ممتاز. طبعا سوق الامارات او السوق العالمي بشكل عام المنافسه فيه شرسه، المنافسين دائما يعني شرسين، سواء بالاسعار، بالعروض، بجميع الانواع من او جميع شتى المجالات. خبرنا اكثر عن اللي بيميزك عن باقي المنافسين في هذا المجال بالتحديد. والله هي ترجع لسببين رئيسيين، الاول والباقي المكان اللي احنا فيه اللي هي دبي او عموما الامارات. السببين الرئيسيين الخبره، لان انت بتكون جبتها من بدري كتير، اشتغلت في المجال بقى لي فتره كبيره، انا شغال بقى لي 13 سنه في نفس المجال. والسبب الثاني ان انت الحمد لله عندي كوادر موجوده بتساعدني ان هي تطلع الخامه بالظبط زي ما المصنع بيكون عايزها. طب بلس ان انت اوريدي عندك مكان زي ما بيقولوا كده هو مرجع للعالم كله، في سواء اذا كان في المينا فريزون او سواء اذا كان عندك في البلد هنا. فانا حبيت اروح ابيع لشرق اسيا، فانا عندي الامارات موجوده هعرف اطلع منها. حبيت اطلع لافريقيا برضو الموضوع سهل. السهوله دي بتخليك ان انت تكبر بسرعه، وتخليك ان انت تكون مميز كمان عن غيرك في بالنسبه للخامات اللي احنا شغالين فيها. بلس بقى ان انت الحمد لله الكوادر اللي احنا موجوده لانهم كمان موجودين هنا، يعني ما جبناش حد من بره، انا لقيت ناس موجوده هنا فاهمه كويس جدا في اللي انا عايزه يعني. بالتاكيد. خبرنا اكثر او اعطينا نصيحه للمستثمرين اللي حابين يبداوا مشروعهم الخاص في الدوله. والله بص، الاول لازم يكون عند المستثمر هدف ان هو يبني، بلس بقى ان هو يروح دايركت، لان دي مشكله كبيره جدا بتواجه هنا، ان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه ان الموضوع سهل جدا. تخيل ان انت لو عايز تفتح شركه بتروح تسال في اداره التنميه الاقتصاديه بيدي لك كل حاجه. صحيح. وانت واقف وبتعملها في 24 ساعه بالظبط. لكن هو عدم الدرايه اللي موجوده عند الناس هي اللي بتخليه بيسال ناس، بيعتمد على الاسئله. لكن انت روح للمكان الصح هتلاقي الموضوع اسهل، وهتلاقي الناس بتساعدك والدوله كمان بتدعمك، وتلاقي نفسك بتكبر بسرعه. لكن ما تعتمدش على المعلومات المختلطه يعني. بالفعل هو التسهيلات اللي بتقدمها دوله الامارات وحكومه دوله الامارات لجميع المستثمرين ساعدت اصلا على النهضه اللي احنا شايفينها حاليا في دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا بلا هدف مستحيل يكون واحد وصل الى مكانه في المجتمع. حابين نعرف الهدف اللي انت حضرتك راسمه وهدف شركة أوميجا بوليمرز كمان. والله هو الهدف في هدف صغير وفي هدف كبير. الهدف الصغير ان احنا نكبر اكتر من كده، يعني احنا الحمد لله بنشتغل دلوقتي في معدل 2000 طن في الشهر بنجيبهم ندخلهم داخلي، ومعدل 5000 ل 7000 طن بنبيعهم خارج الدولة. عايزين المعدل بتاعنا يكبر ويبقى احنا ناخد من السوق كمية اكبر. ده الهدف الصغير. اما الهدف الكبير بتاعنا ان شاء الله نبقى عندنا مصنع بتروكيميكال زي شركة بروج اللي موجودة هنا في الإمارات، هي شركة واحدة. لما تقارن الإمارات بالمملكة مثلا، المملكة بتبص لها 7 شركات، أما هنا أنا اكتشفت إن مفيش غير شركة واحدة بتروكيميكال.
فالهدف الكبير بتاعنا ان احنا نعمل بتروكيماويات شركه كبيره ان شاء الله. مين ممكن من 5 لـ7 سنين نلاقي الموضوع ده موجود ان شاء الله يا رب يتحقق الهدف الصغنن وهدف الكبير كمان يا رب مع بعض يا رب هيك ونشوفكم من اوائل الناس. او احنا ما راح نحكي من الاوائل بما انك حكيت انه في شركه واحده, تكون ان شاء الله تاني شركه إن شاء تفتح الله. ويتحقق هدفكم. خبرنا اكثر عن الامن والامان هون في الدوله, طبعا النعم التي يحسد عليها جميع من يقطن في هذه الارض الطيبه يا حقيقه صدق. حابين نعرف كيف ممكن يساعد على استقطاب المستثمرين من خارج الدولة أو سواء حتى المستثمرين اللي موجودين أوردي في دولة الإمارات العربية المتحدة. والله أنا أقول لحضرتك على حاجة, هو مبدئيا بالنسبة للأمن الأمان هو مش أنا بس اللي أقدر أقول الكلام ده ولا بقوله مزايدة يعني, ولكن أنت في أي وقت احتجت أي حاجة أنت بتلاقيها موجود. طبعاً. يعني انا لو عربيتي حتى باظت مني في الطريق انا عاملين خدمه ان هو يجي يخلصها لك في ثواني. فبالنسبه للامن والامان طبعا هي الصفه الاساسيه, بلس بقى مش الامن والامان بس, وحده سعر الصرف. يعني انا اوريدي برضو يعني الامن والامان ده جزء لا يتجزا من الدوله, بيخليني انا ابقى مطمن حتى على شغلي, مطمن على اهل بيتي لو هجيب ناس اهلي يقعدوا هنا. صحيح. طبعا وبلس ان انت كمان الدوله اقتصاديا هي عامله سعر الصرف موحدات, فانا مش هبقى قلقان كراجل بستورد واصدر ان الدولار يرفع ان حاجه تنزل. لا انا ببقى مطمن, ودي برضو بسميها من الامان داخل الدوله. أكيد. ان هو موحد لك سعر الصرف, بلس ان طبعا بسم الله ما شاء الله انت لو مشيت في اي وقت, حتى انت لو مشيت في الشارع عندي هنا بتلاقي الدورات 24 ساعه حتى بالضبط. في الطريق بالضبط. الكلام ده بحكم شغلي ان انا قبل ما افتح الشركه كنت سيلز, فلفيت دول كتير. معلش انا ما لقيتوش في دول عربيه وفي دول اجنبيه. أكيد. ما لقيتوش. اكيد طبعا الامن او الامان ممكن يتجزا مثل ما حضرتك حكيت, الامن الاقتصادي الموجود, الامن الفعلي مثل ما حكيت عن الدوريات والشرطه وجميع من يشتغل في حكومه دبي دائما على مدار الساعه متواجدين لخدمه طبعا المقيم والمواطن على حد سواء. قبل ما ننهي لقائنا مع حضرتك حابين نتشكرك طبعا اول شيء على ظهورك معنا اليوم, وحابين ناخذ طرق التواصل والوصول لشركه اوميجا بوليمرز. بالنسبه لنا انت عايز الويب سايت موجود, وعايز تتصل بالتليفون موجود, وعايز اللوكيشن كمان موجود على الكل. وجميع كل حاجه كل الحمد شيء. طبعا جميع ارقام التواصل والموقع الالكتروني سوف تظهر اسفل الشاشه. متشكرك مره اخرى استاذ محمد. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا أحمد.